لا لا ما مش اي مشاكل. عظيم كده. ماذا عن مدرب الزمالك الجديد؟ طيب احنا كانت البدايه من البلجيكي هوفنز طبعا، وكل التقارير وكل الاخبار حتى العالميه اكدت ان هو هيجي لمده سنه ونص. ايه اللي حصل او ايه سبب تراجع الزمالك؟ 4 اجتماعات زوم يا كريم كانت بتنبئ مجلس اداره نادي الزمالك بمشروع اوزوريو جديد في الزمالك. ليه؟ لان رد هوفنز على استفسارات مجلس إدارة نادي الزمالك، تحديدا استفسارات كابتن أحمد سليمان وكابتن حسين السيد، كان رد صدامي شوية. يعني هم كلموه إن الزمالك بيلعب في بطولات إفريقية طبعا الكونفدرالية، وبيحتاج لخطط مرنة، يعني مش محتاج أسلوب لعب ثابت. دايما هتلعب فرق شمال أفريقية لديها جماهير، هتلعب في ملاعب صعبة شوية، فالجمهور بيحتاج خطط مرنة وفقا للمنافس اللي قدامك. قال لهم لا، دي طريقة اللعب دي حاجة خاصة بيا وبالمساعدين. قالوا له ده مش تدخل فني، ولكن انت ما دربتش في مصر قبل كده، فبيحاولوا يلموا القصة او يعرفوه الوضع في مصر عامل ازاي والضغط الجماهيري عامل ازاي. فالحقيقة ان الرد الصدامي ده خلى الزمالك يتراجع عن التعاقد مع هوفنز. ليه الزمالك اتجه بقى للمدرسة البرتغالية تحديدا جوزيه جوميز؟ أيوة. السر في جيزوالدو فيريرا. جيزوالدو فيريرا تحدث مع كابتن أحمد سليمان، والحقيقة رشح هذا المدرب. خلي بالك أحمد سليمان طلب من فيريرا يعني بشكل صريح ان هو يرشح له مدرب بعد كمية السير الذاتية اللي جت او اللي وصلت لمجلس إدارة الزمالك. وبالتالي فيريرا كان اختياره الاول جوميز، بس مش عشان تلميذه بس، لكن عشان بيهتم بالتفاصيل الصغيرة كريم، كل تفصيلة، لدرجة ان هو يعني يمكن معانا صورتين اثناء فترة تدريبه للتعاون السعودي. كان متعاقد مع شركة تحليل امريكية، حد الصور الشباب اللي بيقول عليها مهم، بتجيب بالظبط، بتجيب مساعد، بتجيب مساعد بيتواجد في اعلى منطقه في متخفي. الملعب بالظبط، مساعد بيتواجد في اعلى منطقه في الملعب اثناء سير اللقاء. هات الصوره اللي قبلها اوضح شويه. على تواصل مع جوميز على طول عشان يغير سير اللقاء من خلال التحليل الفوري. مش بيستنى بقى ان هو يحلل المنافس قبل الماتش او بعد الماتش، لا، بيحلل فوري من خلال النقطه البعيده دي في الاستاد، وبيبقى على تواصل لدرجه ان 60% يا كريم من المباريات الخاصه بالتعاون السعودي كان فيها تحول. يعني بعد ما يتاخر في النتيجه الشوط الثاني بيظهر الفريق بشكل كبير جدا، وده خلاه ليه شعبيه كبيره في السعوديه من خلال هذه الشركه الامريكيه، والتركيز مع التفاصيل الصغيره. ده كلام محترم جدا، ايه في الكلام ده؟ كلام عظيم. طيب بقول لك يا مهاب، انا في نقطه مهمه عند المدرب ده، واحنا كنا اتكلمنا فيها قبل كده، ان هو راجل، عشان بس اوضح للساده المشاهدين، يعني شبه تكيس جونيوس كده، شبه ايهاب جلال، فكره البنى اللي من تحت بالظبط. واحنا الحمد لله كواليتي اللاعبين عندنا تحديدا المدافعين وخلاص، هو مش في الزمالك بس، يعني الحاجات دي بتبقى بالنسبه لهم فيها صعوبات كبيره جدا، فيجي مدرب زي دوت فتخش اهداف باخطاء كبيره لازم، فيقول لك لا الراجل ده يمشي. انا بصق جدا في السكاوتنج اللي في الزمالك، ناس شاطره وفاهمه كويس قوي، بس الحاجات دي هو مدرب على فكره سي في محترم جدا، وتحديدا مع التعاون كانت تجربه عظيمه وكان جدا، وكان مترشح يعني. للاهلي، وكان مرشح للاهلي، الفترات كان مترشح، برافو عليك. وسالت ساعتها كان عماد متعب، لان عماد متعب والحضري كانوا موجودين في التعاون السعودي لما هو كان ماسك وقتها.